خيارنا هو الاحتكاك المباشر مع المواطنين، لذا شجعنا في عملنا خلال هذه المحطة الانتخابية الخرجات الميدانية في الأسواق، في الأحياء الشعبية وفي الساحات العمومية، أين شرحنا للجزائريات والجزائريين محاور ومختلف النقاط التي يتمحور عليها برنامجنا الرئاسي رؤية. هناك استجابة كبيرة للمقترحات التي قدمناها. نقترح أيضا إجراءات ثورية من شأنها تعزيز دور الشباب في الحياة الوطنية بصفة عامة وتمكينهم للوصول إلى آمالهم وطموحاتهم المشروعة في مختلف الميادين، سواء التي تتعلق بالشغل وبحالتهم الاجتماعية، والتي والمتعلقة بالترفيه والثقافة، والتي والحق المتعلق بالتكوين والتعليم. كل هذه الاعتبارات يعني نظرنا لها وأسسنا لها عبر برنامجنا الرئاسي رؤية، بنظرة مبتكرة، بنظرة جديدة. من بين القرارات الأولى التي سوف نتخذها هي إعادة النظر في قانون الإعلام باش نمدوا مكانة أكبر لهذا القطاع في حياتنا الوطنية، وللتكفل وبشكل أحسن بالصحفيين والصحفيات وكل ممتهني مهنة الصحافة. في الأفافاس عقيدتنا ومفهومنا لمسألة الأمن القومي ومسألة الدفاع الوطني هي عقيدة شاملة تحمل أو تدرج في مفهومها الكثير من الميادين، بالإضافة إلى الاستراتيجية الدفاعية العسكرية. يجب أن نبني منظومة اقتصادية ناجعة وفعالة ومنظومة اجتماعية أيضا تلبي متطلبات الجزائريات والجزائريين، ونبني جبهة وطنية يمكن أن تعزز من أمن القومي. فيما يخص القضية الفلسطينية نرى بأنه اليوم هناك ضرورات يجب أن نتبناها ويجب أن نلتزم بها لتشجيع سياسة لوقف إطلاق النار ولوضع حد للحرب الهمجية الممارسة على أشقائنا في قطاع غزة وفي عموم فلسطين.